أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيس بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تتقبل بها بقدر عتمة ساعتك تعوس هذا الحد الخديم بك بقوله منه وترضى بها أبدا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذني الله من الشيطان في كل مجلس وفي أوطاني علمني العليم تعليم الحليم وقاد لي في خدمة النبي الحلوم وجه من كفى النبي حسده به إلى سواي كل مفسده زب بلا تسليت الباقي القديم أعداءه إلى سوى الحب الخديم بسم الإله حبس الرحمن نعم الرحيم من له الأسمان الحمد لله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين لك شكوري بعد حمد سرمدا وإنه كليتي قد حمدا له صرفت كل حمد أبدا ولا يوجه إلي كبدا هداني الهادي فلا أضل وعن سبيل الله لا أضل من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة نبينا عني مها الملامة ذا حشمة وفزت بالسلامة إلى سواي الدرك الأعداء ولا ألاقي موجبات دائي لغيري الفساد والشيطان يطيب للمجلس والأوطان شقاوة وضرر وولم إلى سواي تنتهي وألم يسوق من ليس له مناسه لغيري الهدى فلا أناسه طاف اللحين لسواي سرمدا ترده الباقي لخيري مكمدا ألم من حسدني لا ينسرم وبشر من يحبني لا ينخرم نهت لغير ضرري أقدار من له البرايا والفحال والسمن إن الذي ياب أسروري يكمد أما الذي يطلبه فيحمد لكل من لم يهوني ندامة دنيا أخرى ما القلا أدامة رجاء من خالفني مخيب بمن أتت منه إلي الغيب جزاء من كابدني النيران وأجره الخسيان والخسران يقود من خالفني الخلاص لموته لأهله دلاس مها توجه العداء ودرري إلي باق كان لي بالدرر مها توجه الحداء والدرر إلي باق كان لي بالدرر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.